السلام عليكم ورحمة الله. طيب راح نوصل هسه حاليا اخر مرحلة احنا تقريبا من الابلكيشن اللي هو راح نحكي فيه بس عن السيرفر سايد. اوكي، راح تنزلوا عندكم الزام زام سيرفر. طبعا راح ابعث لكم فيديو كيف بتنزل الزام سيرفر على ويندوز 7. انا ما راح اجرب هنا كيف انزل الزام لانه انا عندي لينكس، فبيختلف شوي الخطوات، لكن بالاخر الخطوات تبعت تنزيل الزام سهلة جدا، والفيديو موضحة كيف تنزل عندك هذا السيرفر. وراح تنزل على الغالب مثلا على السي. لما تدخل على السي على الزام راح تلاقي عندك نفس الفولدرات الموجودة هون. اوكي، مثلا انا عندي اسمه لامب، عندكم راح يكون زام بالاغلب. اوكي، راح تلاقي في اشي اسمه فولدر اسمه htdocs. اوكي، راح ندور عليه، هي htdocs. htdocs اكليك عليه، راح احط فيه هذا الفولدر اسمه accident. هذا الفولدر اسمه accident اللي هو مشروعكم. راح ابعث لكم هذا الفولدر accident وتحطوه زي ما هو جوا ال htdocs. اوكي، ال accident فيها البيجز اللي حكينا عنهم، الموب دوت بي اتش بي، الابلود دوت بي اتش بي، البوش دوت بي اتش بي. تمام، في عندي الروت دوت بي اتش بي، الروت اندرسكور روت دوت بي اتش بي. هاي روت اندرسكور روت دوت بي اتش بي راح تعرض عندي الريكورد، راح تعرض عندي الريكورد اللي هم الحوادث. تمام، الحوادث وكل حادث كان جديد او انه انا شفته قبلها. وكليك راح اشوف ايش في حوادث مشابهه، يعني في حال لو انا شخص ما اكس عمل حادث لا سمح الله وواي عمل حادث واثنين بعثوا الريبورت، فالاثنين طبعا نفس ارقام السيارات راح يكونوا. تمام، في هاي الحاله راح يعرض لي انه هذول الحادثين هم متشابهين. طب نشوف كيف هذا الحكي ممكن يصير. اوكي تمام، نشوف هون بس. طبعا كيف بدي ادخل على السيرفر؟ بحكي لوكال هوست، بعدين بحكي له اسم البروجكت اللي هو ماي اكسيدنت او سوري اكسيدنت، بعدين روت اندرسكور روت دوت بي اتش بي. ما اجرب ادخل على بيج ثانيه، راح اجرب ادخل على روت اندرسكور روت دوت بي اتش بي. هون هاي راح تكون البيج اللي بتعرض فيها والحوادث. تمام، اوكي، فانا فضي انا دخلت عليها. حاليا السيرفر عندي مش مشغل. طبعا في بس عندكم بالويندوز 7 راح يكون ستارت سيرفر كليك يعني طبيعيه. انا عندي باللينكس مختلف في الوضع شوي. اوكي، بس اشغل السيرفر. اوكي، سودو اوبيتي لام لام ستارت. اوكي، تمام. انا هيك عندي اشتغل السيرفر حاليا. بقدر ادخل على الروت هاي البيج اشوفها. تمام، هون راح يعرض عندي شوينج الريبورتس السيرفر سايد، وهون راح يكون عندي ريكورد. طبعا انا حاليا ما عندي غير ريكورد واحد اللي هو بتاريخ معين، اسم اليوزر، تيست يوزر مثلا، الكار نمبر او الكار نمبر، هاي صوره الكار. طبعا اكيد الصوره يعني انا حاطها بايدي، فاني راح يكون عندكم صوره اللي انتم بتصوروها بالكاميرا. اوكي، كليك عليها ممكن اشوف هاي الصوره. اوكي باك، هاي رقم السياره الثانيه، هاي صورتها، وهو الحاله تبعتها سين انا شفته قبل هيك. لو في حوادث متشابهه بامكاني اشوف هنا، يعني عفوا متشابهه يعني نفس الحادث لكن ريبورت مختلف. كليك تو شو سيميلر، بدخل لكن ما في هون ريكورد، هي فاضي. بعمل باك فقط. هاي اسمها البيج روت اندرسكور روت دوت بي اتش بي. تمام، لوكال هوست اكسيدنت روت اندرسكور روت دوت بي اتش بي. تمام، نرجع هون على الفايلز. ممكن نشوف مثلا الشغلات المهمة هون عندي اللي هي مثلا الابلود. اوكي، او الموب. اوكي، راح نشوف الابلود والموب. الموب هاي كنت اضرب عليها لما اجي اودي الداتا من الابليكيشن. اوكي، برضو انا لازم ادخل عليها من هون. اوكي، لوجيني جيني. اوكي، نعم، ستي توكس اكسيدنت دوت اتش بي.
اوكي ما في مشكلة. تمام، هون انا دخلت على بس اشوف الكود اللي هو mob.php، راح الاقي في التاج اللي انا كنت باعث، مثلا لو كنت اعمل sign up كنت احكي تاج sign up، لو كنت اعمل sign in تاج sign in وهكذا. فكنت ابعث التاج واتاكد لو انه في حاله، مثلا نتاكد مثلا هون في حاله انه كان التاج عباره عن sign up، فخذ النيم واللاست نيم والايميل واخره وروح على الداتابيز واعمل sign up ل الاف نيم واللاست نيم والايميل، اعمل sign up بهالداتا. طبعا وين كان يعمل sign up، وين الميثود هاي sign up موجودة ببيج ثانية. اوكي حاليا نشوفها البيج الثانية هون include، في عندي db functions. اوكي db functions نفس الاشي موجود فيها sign up user. تمام، وعندي هون الconfig كثير مهمة. اوكي شوف الconfig، الconfig هون هاي فيها بحط ال database host، database user، database password، database name. ال database name application 1 app 1 خليها app 1، وال database user root، ال database host، local host، اكيد هذول ثابتات، الروت واللوكال هوست ثابتين. بضل عندي ال database app 1. هاي كيف تعمل اصلا انا database؟ انتوا عندكم لازم خطوه تعملوها اللي هو تعملوا database عندكم. راح ادخل على local host php my admin. اوكي php my admin راح يدخلني على الماي اس كيو ال داتابيز، وراح اعمل نيو واعطي الداتابيز نيم، مثلا حكينا اب 1 لازم يكون اب 1، خليها اب 1 ثابته، واعمل كرييت تمام للاب 1، لكن انا هون ما راح يزبط عشان انا عندي اصلا اب 1. اوكي فنفرض هون اب 10، بس انتوا اعملوها اب 1 كرييت، اعمل الداتابيز. الان بعمل التيبلز كرييت تيبلز، كل مره بحط تيبل. طبعا بالنسبه للتيبلز نشوف شو في عندي تيبلز، هاي تدخل الاب 1 عندي تو تيبلز، واحد اسمه يوزر وواحد اسمه ريبورت. تمام، واحد اسمه يوزر وواحد اسمه ريبورت. بالنسبه للتيبلز هذول كيف بدي اعملهم؟ فلنفرض انا بدي اعمل ريبورت. اوكي طبعا كليك على ريبورت اشوف شو الاستراكشر تبعه، فيو اي دي، فيو ديت، فيو نيم، فيو كار 1 باث 1 كار 2 باث 2 ستاتس. انا راح ابعث لكم كود اوكي كود اس كيو ال ستيتمنت، سوري اس كيو ال ستيتمنت. راح تدخلوا على الداتابيز مثلا اب 10 هاي اللي عملتوها، راح تحطوا على اس كيو ال وراح تحطوا كوبي بيست الكود اللي انا ببعث لكم اياه، بعدين تعملوا جو وخلص بيعمل كرييت للتيبل. اوكي وللتيبل الثاني برضو نفس الاشي، بعد ما عملت كرييت بدخل كمان مره على اس كيو ال وبحط الكود الثاني وبعمل جو. هيك بتكون انتهت الامور والامور تمام ان شاء الله. طبعا بي اتش بي معيد ما راح يشتغل غير لما تنزل الزامب، وراح ابعث لكم فيديو الزامب وفيديو كيف تحصل على الاي بي ادرس، وان شاء الله الامور تمام. يعني حاولوا تضبطوا الامور وفي حل.